بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات، وعلى آله وصحابته وعلينا معهم وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا مما نحن فيه، إليك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين. اللهم فك أسر المأسورين من أمة سيد المرسلين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم فك أسرنا من شهواتنا ومن علائقنا التي تحول بيننا وبين الوصول إليك يا رب العالمين. على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلقنا بأخلاقه، ونورنا بأنواره، وأمدنا بمدده، وارزقنا محبته نحن وأحبابنا ووالدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم بعد مقدمة على سجود التلاوة، على سجود السهو. الإنسان في الصلاة قد يسهو في صلاته، وكل المسلمين الحمد لله يعلمون أن هناك سجود للسهو مشروعا في الصلاة عند النسيان. فما هو فقه هذه المسألة على مذهب السادة الشافعية؟ يقول: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. أنت لما هتترك حاجة في الصلاة نسيانا، يا إما هيبقى فرض أو سنة تجبر بالسهو، أو هيئة، يعني حتى لو نسيتها ما تحتاجش حاجة. يبقى يا إما فرض يعني ركن، فلازم تعرف أركان الصلاة ودي شرحناها بالتفصيل، يا إما يكون سنة بمعنى أبعاد يعني تجبر بالسهو، ويا إما هيئة لا تجبر بسهو ولا تحتاج لسهو حتى لو نسيتها. يبقى في حاجات في الصلاة لو نسيتها لازم تعملها وبعدين تسجد لها للسهو، دي سموها فرض. وفي حاجات في الصلاة لو نسيتها وفات مكانها ما تعملهاش خلاص وتسجد لها لسه. وفي حاجات في الصلاة لو نسيتها وفات مكانها ما يجراش حاجة خالص وما تسجدش لسه، لكن فاتك ثوابها فقط. يبقى الأشياء المتروكة في الصلاة إما فرض يعني يجب أن تأتي به حتى لو نسيته وبعدين تسجد له لسه، أو سنة تحتاج لسجود السهو لو فات مكانها لكن مش مهم تعملها طالما فات وقتها، زي ايه؟ زي التشهد الاوسط وزي القنوت في صلاه الصبح مثلا. التشهد الاوسط لو نسيته وتلبست بالقيام في الركعه الثالثه ووقفت وبدات في الفتحه خلاص ما ترجعلوش، لكن تسجد للسهو في الاخر. يبقى ده اسمه سنه تجبر بسجود السهو. وفي بقى هيئه لو نسيتها خالص ما يجراش حاجه وما تسجدش للسهو، نسيت أجهر في صلاة العشاء، صليت صلاة العشاء كلها سرية مثلا، الجهر في موضع الجهر نسيته وخليته سري، لا أسجد للسهو خلاص، لأن ده هيئة من الهيئات. لو جيت جهرت في صلاة الظهر وصلاة الظهر كلها سرية ورحت جهرت بالقراءة ما أسجدش للسهو لأن دي هيئة من الهيئات. لو جيت نسيت صلاة قراءة السورة بعد الفاتحة، قرأت الفاتحة بس وما قريتش السورة بعد الفاتحة، يبقى لا أسجد للسهو خلاص والصلاة تمشي على حالها. يبقى في أمور لو الواحد نسيها يسموها هيئات،
لا تجبر بالسهو. يبقى السنن قسموها نصين، حاجتين، ابعاد وهيئات. الابعاد سنن، لكن لو نسيتها تجبرها بالسهو. مثالها سجود، جلوس، الجلوس للتشهد الاوسط والتشهد الاوسط والصلاه على النبي فيه، وبعدين القنوت في الركعه الثانيه من صلاه الصبح عند الرفع من الركوع جهرا والصلاه على النبي فيه والآل والقيام له. دي الحاجات دي سنن يسموها أبعاد، لو نسيتها وفات وقتها أسجد للسهو في الآخر وما أعملهاش. وبعد كده يسموها هيئات، ما حطيتش إيدي على اليمين على الشمال وأنا بصلي وبقرأ الفتح، قعدت فارد إيديا كده ما يجراش حاجة وما أسجدش للسهو، لأنها هيئة من الهيئات. نسيت تكبيرات الانتقالية، بقيت انزل للركوع وانزل للسجود وارفع من السجود، ما اقولش حاجه، ما اقولش الله اكبر، ما اسجدش للسهو، بقيت اسجد وما اقولش سبحان ربي الاعلى، ساكت كده، ساكت خالص، او بقول اي حاجه غير سبحان ربي الاعلى، ما اسجدش للسهو، وهكذا. يبقى فهمت بقى الحته دي؟ فهو عايز يكلمك المعنى ده، بيقول لك ايه؟ والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض ويسمى بالركن أيضا، وسنة وهيئة، يقصد بالسنة هنا اللي هي الأبعاد يعني، وهيئة، وهما ما عدا الفرض. وبين المصنف الثلاثة في قوله: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. مش تفوتك الفرض تقوم تقول أبقى أسجد للسهو، لا، الفرض لازم أعمله وبعدين أبقى أسجد للسهو. سجدت سجدة واحدة ما سجدت السجدتين، ما أنا لازم أسجد سجدتين في كل ركعة وأجلس بينهم، فرحت أنا ساجد سجدة واحدة ورحت قايم واقف على طول للركعة اللي بعدها وهي سجدة واحدة، تذكرت وأنا بقرأ الفتحة إن أنا سجدت سجدة واحدة، أروح سايب الفتحة وأروح نازل ساجد، نازل إيه، جالس، عشان أجيب الجلوس بين السجدتين لأنه ده ركن برضه، اروح نازل جالس مش نازل ساجد، انزل جالس عشان اجيب الجلوس بين السجدتين، وبعدين اروح ساجد السجدة الثانية، وبعدين اقوم للركعة الثانية، وفي الاخر ابقى اسجد لسه. فهمت؟ يبقى الفرض لما يفوتني لازم اعمل. طب افرض ما تذكرتش ان انا سجدت سجدة واحدة الا بعد ما قريت الفاتحة وركعت وقلت سمع الله لمن حمده، كويس، ورحت نازل ساجد، وانا في السجدة الاولى من الركعة التانية افتكرت ان انا في الركعة اللي قبل دي كنت ساجد سجدة واحدة، كويس، يبقى السجدة دي تنوب عن السجدة اللي فاتتني واللي بينهم لاغي، اللي بينهم لاغي خلاص. فهمت؟ يبقى اللي بينهم لاغي، يبقى قراءة الفاتحة اللي قريتها والركوع والحاجات دي كلها اتلغى بمجرد اني تذكرت ان انا قبل كده كنت ساجد سجدة واحدة. يبقى لو تذكرت الفرض قبل ما اشرع في مثله، اترك اللي انا فيه واعمله. طب تذكرته وانا بعمل مثله، يبقى قام مقامه وايه، ولغى ما بينهما، اتلغى اللي بينهم. فهمت بقى الحكاية؟ لا خلاص اتلغى كل ده لاغي، ويبقى السجده اللي بسجدها دي هي دي السجده الثانيه بتاع الركعه الاولانيه. فهمت بقى؟ لان انا تذكرت الفرض اللي انا نسيته عند فعل مثله. فهمتني؟ عند فعل مثله. هديك مثال تاني، انا قريت الفتحه والصوره وبدل ما انزل اركع رحت نازل ساجد، سجدت سجدة وقعدت وسجدت التانية وقعدت وقمت وبعدين قرأت الفتحة، وانا بقرأ الفتحة او وانا كنت ساجد احدى السجدتين افتكرت اني ما ركعتش، اروح سايب اللي انا فيه وقايم واقف واهوي للركوع واركع واقول سمع الله محمد، وانزل اسجد السجدتين واقوم بعد كده اكمل صلاتي واسجد للسهو في الاخر. طيب افرض ان انا تذكرت بقى ان انا ما ركعتش الا وانا بركع تاني، فهمت؟ يبقى في الحالة دي لغى ما بينهما، ويبقى الركوع الثاني ده هو الركوع الأولاني.
وتتلغي بقى ما بينهم. فهمت الحتة دي مهمة لأنها تغيب على كثير من الناس. هنشوف كلام الشيخ. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته. كل القصص دي لو أنا تذكرت الفرض نسيته وأنا لسه في الصلاة، ما سلمتش ومشيت. خد بالك، طول ما أنا في الصلاة هعمل كده. يبقى إن تذكرت الفرض وأنا في الصلاة لازم أتي به، وعلى حسب تذكرت قريبا أسيب اللي أنا فيه وأعمله، تذكرت عند فعل مثله لغى ما بينهم. سهلة دي، وأسجد للسهو. طب تذكرته بعد السلام، بعد ما سلمت خالص تذكرته، إن لم يطل الفصل أقوم على طول أبني على ما فات وأجيبه وأسجد للسهو. واضح؟ فإن كان الحكاية دي إن أنا كنت ناسي سجود في الركعة التانية مثلا وأنا صليت 4 ركعات، فتذكرت بعد كده بعد ما سلمت إن أنا الركعة التانية سجدت فيها سجدة واحدة والسجدتين، يبقى أنا كده صليت 3 ركعات بس، لأن التانية دي لغت، ويبقى التالتة بقت مقام التانية، والرابعة اللي أنا قريتها أنت شهادة وسلمت بقت مقام التالتة. يبقى أنا في الحالة دي مجرد تذكري بعد السلام أروح قايم جايب ركعة واقرا للتشهد عشان اعرف اسلم، لان مفيش تسليم الا يسبقه تشهد. واقرا تشهد وبعدين اروح ساجد للسهو سجدتين وبعدين اسلم، لاني تذكرت بعد السلام ولم يطل الفصل. طب افرض تذكرت بعد السلام بس بعد ما طال الفصل، قمت وتحركت ومشيت وماشي في الشارع واشتريت حاجه وكلمت واحد وبعد ده كله افتكرت، يبقى اصلي صلاه من اول وجديد، يبقى أعيد الصلاة كلها، يبقى اسمي أستأنف الصلاة. استأنف الصلاة يعني أعادها من أولها، إنما بنى عليها يعني إيه؟ كمل عليه. يبقى بنى على الشيء يعني كمل عليه إن لم يطل الفصل، حتى ولو استدبر القبلة وتكلم ولكن ما طالش عرفا. يعني أنا سلمت ورحت قايم اديت ظهري للقبلة وماشي على إيه؟ على الباب. وأنا ماشي على الباب كده قابلت واحد، سلام عليكم ازيك، وبعدين وانا على الباب افتكرت ارجع تاني اتوجه للقبله، مش مهم ارجع بقى المكان اللي كنت بصلي فيه، عشان بمجرد تذكري ابقى انا لازم اتلبس بالصلاه، ما امشيش بقى، اروح في المكان اللي انا وقفت فيه بس اذا كان في طرقه المسجد ابعد عنها عشان الناس ما تمرش قدام، وبعدين اروح ناوي الله اكبر تكمله للصلاه. يبقى تكبيره احرام جديده لتكمله الصلاه بنيه اكمال الصلاه، لأنه لم يطل الفصل. كويس؟ وطب والكلام اللي اتكلمته والحركة اللي عملتها واستدبار القبلة، دول كل ده كنت ناسي، فلا يؤاخذ عليه الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى صلواته صلى الظهر 2 ركعتين وبعدين قام واتحرك واستند على إيه؟ على المنبر. كويس؟ وبعدين قام إيه ذو اليدين، قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. قال أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم توجه للقبلة وجاب 2 ركعتين وسجد للسهو بعد ما اتكلم وساب القبلة وتحرك مشي شوية، لأنه لم يطل الفصل عرفا، لم يطل الفصل عرفا. يبقى حد إطالة الفصل وعدمه العرف، مش هقول لك ساعة معينة، أقول لك دقيقة دقيقتين ثلاثة، لا، العرف متروكة للعرف وتقديرك انت كده، طال الفصل ولا لم يطل الفصل. فان طال الفصل يبقى انت هتجيب الصلاة من اول وجديد، ان قل الفصل يبقى تعمل اللي فات وتسجد لسه. فهمت؟ نيجي نقرا ايه المأمومين انصرفوا او كان بالنسبة لو انصرف المأمومون خلاص، اللي انصرف مش هتجيبه، انت مش هتبقى، مش شرط تبقى عارف كل اخبارهم، واللي موجودين يعملوا معاك يعيدوا معاك، لو كنت إمام يعيدوا معاك تقول لهم ويعيدوا معاك. فبيقول هنا إيه؟ أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام والزمان قريب. والزمان قريب يعني لم يطل الفصل، الزمان قريب يعني إيه؟ مسافة بسيطة من الزمن. أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، وهو سنة. سجود السهو نفسه ده حكمه ايه؟ سنة.
يعني افرض ان انا حصل خلل في الصلاة وصلحت الخلل وقلت ان انا هسجد للسهو في الاخر، وجيت نسيت اسجد للسهو وانا كنت عازم على السجود للسهو، الصلاة ايه تبقى صحيحة، لان سجود السهو نفسه سنة طالما انا عملت اللي علي وجبت الفرائض اللي ناسيها ونسيت اسجد للسهو نفسه، نسيت. وبتحصل لبعض الناس ينسى التشهد الاوسط مثلا ويقول حب اسجد للسهو في الاخر، وبعدين بعد ما يقرا التشهد يروح مسلم وقايم ماشي، وهو ماشي يقول الله ده كان عليه اسجد سهو، خلاص صلاته انصرفت على الصحه، لان حكم سجود السهو انه سنه وليس فرض. فهمت ازاي؟ طيب نيجي نقرا بقى كلام ايه الشيخ البيجوري بيقرا بالتفصيل شويه، فبيقول ايه: وقول ما عدا الفرض اي من السنه التي تجبر بالسجود وهي البعض. يبقى السنه اللي تجبر بالسجود يسموها بعض، يعني ابعاد. والسنه التي لا تجبر به وهي الهيئه، يسموها هيئه. قوله وبين المصنف الثلاثه اي احكام الثلاثه التي هي الفرض والسنة والهيئة، وقوله في قوله متعلق ببينا. فالفرض أي إذا أردت بيان ذلك فأقول لك الفرض، فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر، والمراد الفرض المتروك سهوا، لأن المتروك عمدا تبطل الصلاة بتركه. يبقى فالفرض المتروك المقصود به متروك سهوا، لكن لو تعمدت انت في الصلاة ترك الفرض تبطل الصلاة كلها بالكلية، ملاش جبر بقى، ده انت خرجت من الصلاة طالما تعمدت تركه. اما اذا تركته سهوا يبقى هنا بقى ايه في يعني طريقة لمعالجة الصلاة لجبر خلل الصلاة. فهمت؟ والمراد الفرض المتروك سهوا، لان المتروك عمدا تبطل الصلاة بتركه، فلا يلائم قوله بل إن ذكره والزمان قريب إلى آخره. قوله لا ينوب عنه سجود السهو، يبقى الفرض لو نسيته لا ينوب عنه سجود السهو، لازم أعمل الفرض. ما جيش مثلا أنسى الفتحة، جيت في الركعة قلت الله أكبر، دخلت في الصلاة ورحت داخل في السورة كويس، وبعدين قلت الله أكبر وركعت سمع الله لمن حمده وأنا سجدت، وبعدين وأنا في السجدة قلت إيه ده، أنا ما قريتش فتحة، ايه ده؟ ايه اللي جرالي؟ تروح سايب اللي انت فيه قايم واقف، ويبقى كل اللي عملته ده مش محسوب، وتقرا بقى الفاتحه والسوره تبقى انت كده في الركعه الاولانيه. فهمت؟ لان الفاتحه عندنا ركن، الفاتحه عندنا ركن من الاركان. فهمتني بقى؟ حتى ذكرت السوره لا، لو افتكرته وانت واقف مفيش مشكلة، لا مفيش مشكلة، انت دخلت في السورة وبعدين افتكرت بطل بقى السورة وخش في الفتح، هات فتح سهلة دي. المشكلة العويصة انك تكون بقى ركعت ورفعت وسجدت، يعني عملت شغل كتير تاني، سبت بقى المكان اللي انت في الحالة دي تترك ما انت فيه. طب تذكرت وانا برفع بقى بعد السجدتين وقايم للركعة التانية اني ما قريتش في الاولى فتحة، يبقى سقطت الأولى، واللي أنا فيها دلوقتي دي الأولى، واللي أنا فيها دلوقتي دي الأولى. فهمتني بقى؟ لأن تذكرتها في موضع مثلها، تذكرت الفرد في موضع مثله، يبقى سقط ما بينهما، اتلغى كأن جبت أستيكة ومسحته. فهمت؟ تقوم تجيب ركعة، لا لسه الاول تجيب ركعه تجبر الخلل الاول، قال لازم اجبر الخلل الاول، وبعدين بعد ما اجبر الخلل اسجد للسهو بعد قراءه التشهد قبل التسليم. فهمت؟ لكن لازم الاول اجبر الخلل، هسجد للسهو قبل ما اجيب الفرض. فهمت؟ عشان كده الفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل يجب الاتيان به. واضح؟ اي لا يقوم مقامه ولا يكفي عنه، ده سجود السهو. بل إن ذكره، بل دي يسموها إضراب انتقالي، بل في لغة العرب واخد بالك ازاي، يعني كأنك بتضرب عن معنى إلى معنى جديد، كلمة بل حرف إضراب يعني، عن قوله لا ينوب عنه سجود السهو، كأن بتقول للبتاع الفرد لا ينوب عنه سجود السهو، كأن بقى السامع يقول طب أمال أعمل إيه؟
تقوم تقول له بل يجب الاتيان به. فهمت ازاي؟ تقوم تضرب عما خطر في باله من ان ملوش حل. هو خطر في باله في الاول ان ملهاش حل بقى خلاص، تبقى الصلاه بطلت، تبقى الصلاه خلاص ما نفعتش. تقوم انت تقول بل تضرب عن المعنى الذي طرأ في ذهنه خطأ، وتقول له لا بل يجب الاتيان به، لا كما خطر في بالك ان الصلاه بطلت لانك تركته نسيانا. فهمتني بقى ازاي؟ فيسموه حرف اضراب انتقالي عن قوله لا ينوب عنه سجود السهو. وكلام المصنف فيما لو تذكره بعد السلام بدليل قوله والزمان قريب، فلذلك حمله الشارح على ذلك، لكن أدرج في شرحه لكلام المصنف ما لو تذكره قبل السلام كما لا يخفى، والمراد بذكره علمه بتركه. خد بالك، لو تذكره يعني تيقن تركه. طب لو شك، لو شك، مؤسسة الدرجات الإدراك بتختلف، ساعات أبقى متأكد، ساعات أبقى أنا شاكك، وساعات يبقى غالب ظن، ساعات يبقى وهم متوهم، يعني كده أقل من 50% يسموه وهم، 50% يسموه شك، أزيد من 50 لحد 99% يسموه ظن راجح، و100% أبقى متأكد. يبقى فهمت؟ لو تذكره يعني متأكد إنه إيه؟ إنه نسيه، متأكد. خرج ما لو شك فيه، ما لو شك، يبقى الشك ده ليه حكم تاني. الشك اللي هو ايه؟ محتمل نسيته ومحتمل اتيت به، بس مش قادر اجزم، ناسي خالص. يا ترى انا عملت ولا ما عملتوش؟ ناسي خالص. تقدر ترجح حاجه؟ مش قادر ارجح، يبقى اسمك شاك. لكن لو تقدر ترجح يبقى اللي رجحته ده يسموه ظن. فهمتني ازاي؟ طب متاكد يسموه يقين. فهمت بقى؟ الدرجات دي مهمة عشان بتختلف حكمها. وخرج به الشك، والمراد بذكره علمه بتركه، يعني التيقن. مراد بذكره تيقن ترك. وخرج به الشك فيه. خرج بمعنى علمه اللي هو اليقين، خرج الشك، يبقى الشك ده ليه حكم تاني. فهمت؟ اتفضل. وخرج به الشك فيه، فإن كان الفرض الذي شك فيه هو النية، نيجي بقى إيه في الشك، أحكام الشك بقى. احنا قلنا لو أنا متأكد إني ما عملتوش هعمل، خلاص دي سهلة، متأكد إني ما عملتوش نسيانا أعمل. طب أنا شكيت، فإن كان الذي شك فيه النية اللي هو حاجة في أول الصلاة، النية دي مهمة في أول الصلاة، أو تكبيرة الإحرام، يبتدي صلاة جديدة بقى، لأن الأصل عدم الإنعقاد. فهمت؟ ده النية دي هي بداية الصلاة، شكيت في بدايتها إن أنا دخلت في الصلاة أصلاً ولا ما دخلتش؟ يبقى في الحالة دي لازم أبتدي صلاة من أول وجديد. يبقى فإن كان الفرض الذي شك فيه، الشك هنا غير اليقين، صحصح معايا. درس الفقه ده درس عايز علم صحصحة، مش ده زي درس الوعظ، تنام نص ساعة وتقوم برضه تتعظ. لا، درس الفقه لازم تبقى مصحصح من اوله لاخره، والا تاخد احكام غلط. يبقى احنا تركنا المتاكد منه، بنتكلم في الشك. لو شك في حاجه في اول الصلاه تتم بها الانعقاد كالنيه وتكبيره الاحرام، يبقى لم يدخل في الصلاه اصلا. يبقى في الحاله دي يبتدي صلاه من اول وجديد. واضح؟ استأنف الصلاه. استأنف الصلاه يعني ايه؟ يعني يبتدي صلاه من اول وجديد، لأنه شك في الإنعقاد والأصل عدمه. ما لم يتذكر قبل مضي أقل الطمأنينة، لكن لو تأكد شك لحظة كده، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام ونوى، لحظة كده جاله شك، أنا نويت ولا ما نويتش؟ وبعدين إيه؟ اتأكد إنه هو، واخد بالك؟ يبقى خلاص يستمر، لأنه إيه؟ لأن اللحظة دي لحظة بسيطة. ما لم يتذكر قبل مضي أقل الطمأنينة، وإلا بنى على صلاته إن كان الشك في ذلك قبل السلام، وإلا فإن تذكر قبل أقل الطمأنينة، يعني معناه
يبقى بنى على صلاته. فإن تذكر قبل مضي أقل الاطمئنان الطمأنينة بنى على صلاته، ما يعيدش بقى نية جديدة. معنى كلامه كده، خد بالك كلام الفقهاء بيبقى متركب، ساعات تبقى حاسس انك مش قادر تفهمه كويس. لكن لو تذكر، لو شك في نية، في النية والتكبير، يبقى يستأنف الصلاة. طب شك لكن تذكر انه عملها، لكن قبل مضي أقل الاطمئنان، يبقى بنى على صلاته. خدت بالك ازاي؟ ما يضرش لانه تذكر. طيب، والا بنى على صلاته ان كان الشك في ذلك قبل السلام، فان كان الشك فيه بعده ضر ايضا ما لم يتذكر ولو بعد طول الزمان. كل دي صور. طب انا شكيت وانا بقرا التشهد في الركعه الاخيره قبل السلام، انا نويت صح ولا لا؟ شكيت لحظة، وقبل مضي أقل الطمأنينة تذكرت، خلاص استمر صلاتي صحيح. كويس كويس، وبعدين أسلم وخلاص الصلاة صحيحة، وما فيش سجود سهو أصلا، لأن دي كلها خواطر، ما فيش عمل زائد ولا نقص الصلاة، دي كلها حاجات خواطر قلبية. كويس. فإن كان الشك فيه بعده، طب لو شكيت أنا بعد بقى، بعد السلام، بعد ما سلمت وخلصت وانصرفت، في عالم شكاكة كده، طبيعتها خلقتها كده، هو ماشي، يا ترى انا نويت صح ولا لا؟ قلت الله اكبر تكبيرة الاحرام حلوة والريح طلعت حلوة كده، ولا يعني ما قلتهاش كويس؟ عالم الموسوسة بقى. كل ده بعد ايه؟ بعد التكبيرة، بعد التسليم، بعد ما خلص. فان كان الشك فيه بعده ضر ايضا ما لم يتذكر ولو بعد طول الزمان. كل ده فين؟ لو كانت في النية وتكبيرة الإحرام، مش في أي حاجة في الصلاة، لأن النية وتكبيرة الإحرام فيها من الانعقاد. إنما لو شك بعد التسليم، لو شك بعد التسليم في أي حاجة تانية غيرها لا يضره، طالما بعد التسليم، لأن الأصل الانعقاد. فهمتني إزاي؟ يعني أنا شكيت بعد ما سلمت، يا ترى أنا سجدت سجدتين في الركعة الثالثة ولا سجدة واحدة؟ قريت الفاتحة ولا ما قريتهاش؟ بس بعد التسليم ما يضرش، طالما شك، طالما شك. لكن لو أنا متأكد خلاص بقى أرجع للأصل بقى، إذا كان لم يطل الفصل أبني وأجيب ركعة، طال الفصل عيد الصلاة من أول وجديد، لأن أنا متيقن. لكن أنا هنا شاكك في غير النية وتكبيرة الإحرام، لكن النية وتكبيرة الإحرام بالذات الشك حتى بعد التسليم يضر. الشك بعد التسليم يدل لأن الأصل فيها عدم الانعقاد. لو شكيت في النية والتكبيرة بعد السلام يضر، لكن لو شكيت في قراءة الفاتحة بعد السلام ما يضرش، لأن الأصل الانعقاد، خلاص إن أنا دخلت في الصلاة خلاص. لكن يضر إمتى؟ العلم بس، إن أنا أتأكد. العلم يعني التأكد. فإن كان الشك فيه، فيه في الفرض يعني اللي هو النية وتكبيرة الإحرام بعده، يعني بعد السلام، ضر أيضا ما لم يتذكر ولو بعد طول الزمان. ما لم يتذكر ضر، طالما شاكك، فضل شاكك. لكن افرض شك بعد السلام وفي الآخر قال لي يا أخي بطل شك، أنا متأكد أنا نويت كويس، يبقى ما يضرش لأنه تذكر. لو فضل الشك ما وصلش لمرحله التاكد يضر، يعيد الصلاه، لان الاصل عدم الانعقاد. لكن انا بعد ما سلمت شكيت، وبعد ما شكيت قلت لا انا نويت، يبقى ده خلاص ما لم يتذكر، ولو حتى بعد طول زمان. ها؟ ما هو رفع الايد ده سنه من الهيئات، ما رفع الايد ده من الهيئات، ما يضرش، ما تسجدلوش للسهو. انا ممكن ادخل الصلاه وانا مدلدل ايديا كده، قلت الله اكبر ونويت الله اكبر واقرا الفتح، يعني عشان ارفع ايدي مع تكبيره الاحرام. الرفعه دي من السنن اللي هي الهيئات التي لا تجبر بسجود السهو، مش محتاج. فهم؟ بس. وان كان غير النيه وتكبيره الاحرام، شك بعد السلام في فرض غير النية وتكبيرة الإحرام بعد السلام لا يضر،
لم يؤثر الشك فيه بعد السلام. لا يؤثر. لا يؤثر. طب داخل الصلاة مثلا. احنا بنتكلم بعد السلام. امشي حتة حتة. لحد ما الشيخ يوصل لك للحتة اللي في مخك. مش هيسيب لك حاجة على فكرة الشيخ. دي عالم مشايخ محترمة. الأزهر ما جابش زيهم تاني. خد بالك. ما ولم يؤثر الشك فيه بعد السلام لو كان الشك في الفرد بعد السلام غير النية وتكبيرة الإحرام. واضح؟ طيب. وإن قصر الفصل لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام، وإن كان قبله سؤالك أهو شكيت بقى قبل السلام تداركه، لأن لازم أبقى متأكد إني جئته، أبني على إني ما عملتوش، أنا شاكك عملت الفرض ولا ما عملتوش، وانا لسه ما سلمتش ابقى كاني ما عملتوش، او ما ادركه اعمله لاني ما زلت جوه الصلاه. لكن لو شكيت بعد الصلاه في فرض غير النيه وتكبيره الاحرام لا يضر. واضح؟ طيب. وان كان قبله، يعني ان كان الشك قبل السلام تداركه كما لو علم تركه. يبقى الشك قبل السلام كالعلم بالضبط في الحكم، كأني عرفت اني ما عملتش، شكيت اني عملت ولا ما عملتش كأني تأكدت اني ما عملتش، كما لو تركه. فهمت ازاي؟ يبقى يعامل الشك قبل السلام معاملة ايه؟ التيقن. فاذا شكيت عملت ولا ما عملتش يبقى كأني عرفت اني ما عملتش. فهمت ازاي؟ طيب. والمعتمد، أدم يقول لك المعتمد يبقى بعديها أمر مختلف فيه، فرجحوا حاجة وخلوها المعتمدة في المذهب. أول ما يقول لك والمعتمد يعني معنى الراجح في الفتوى، يعني معناها فيه هيقول لك حاجة فيها خلاف بقى. والمعتمد أن الشك في الشرط كالطهارة بعد السلام لا يؤثر للمشقة كالركن. طب انا شكيت اصلا بعد الصلاة انا كنت متطهر ولا لا؟ مش شاكك في حاجة في الصلاة اركان، لا انا مشاكك في شرط من شروطها، في شرط من شروط الصلاة. ما هو الشرط مهم يشبه الركن في ايه؟ انه ضروري الاتيان به، الشرط ضروري الاتيان به، زي ستر العورة، زي الوضوء للصلاة ضروري الاتيان به. لكن الفرق بين الركن والشرط ان الشرط خارج عن الصلاة وضروري لها، لكن خارج عنها، والركن داخل فيها في بنائها جزء منها. فهمتني ازاي؟ زي ما اقول لك ايه، الهواء بالنسبة للانسان ده شرط لحياته، مفيش انسان يعيش من غير هواء، لكنه مش داخل فيه، مش جزء منه، مش كده برضو؟ يبقى الهواء ده شرط ضروري لكنه خارج عن الإنسان نفسه كإيه؟ كما هي. إنما الإنسان كما هي راسه ركن فيه، جزعه ركن فيه، فهمتني؟ قلبه ركن فيه، مفيش إنسان من غير قلب، مفيش إنسان من غير رأس. فهمت إزاي؟ فيبقى الركن جزء الشيء، ماهيته، المكون لماهيته، والشرط ده شيء ضروري للشيء لوجود هذا الشيء لكن خارج عنه، ضروري لوجود هذا الشيء كالطهارة للصلاة شرط. طب انا هنا شاكك في الشرط مش شاكك في الركن بقى، لتشابه الاثنين لكونهم الاثنين ضروريين. الركن يشبه الشرط ان الاثنين ضروري، ده ضروري وده ضروري، ده لازم وده لازم. فهمت؟ فيشبهوا بعض في الحته دي. فعايز يقول لك هل عامل الشرط زي الركن لو شكيت فيه بعد السلام ما يضرش، ولا هتفرق في الشرط عن الركن؟ فهمت؟ رياضة ذهنية كويسة بتعلمك الفقه، انك تبقى راجل فقيه. احنا اتفقنا ان انا لو شكيت في الركن بعد السلام ما لم يكن النية او تكبيرة الاحرام لا يضر، لا يضر. كويس؟ طيب الحاجة اللي تشبهها بقى، طب انا شكيت في الشرط اللي هو الطهارة مثلا، هل يضر ام لا؟ المعتمد انه كالركن لا يضر، ده المعتمد. لكن في المجموع شرح المهذب الإمام النووي فرق، قال لك إن الشك في الشرط بعد السلام يضر، والشك في الركن بعد السلام لا يضر، يبقى ميز بين الشرط والركن. ده الإمام النووي في المجموع خالف في المسألة،
خلاف المعتمد. ميز بين الركن والشرط اذا شكيت فيهم بعد ايه؟ بعد السلام. شبههم بيه. فعلشان كده بيقول لك ايه، نقرا بقى الكلام. والمعتمد ان الشك في الشرط كالطهاره، بيديك مثال للشرط كالطهاره، بعد السلام لا يؤثر، للمشقه كالركن، زي الركن بالظبط. طب لا يؤثر ليه للمشقه؟ لان هيكثر الشك بعد كده والشيطان يدخل لك وتصعب عليك المساله. فقال لك خلاص، خلافا لما في المجموع، اللي هو كلام الامام النووي في المجموع شرح المهذب لابي اسحاق الشيرازي. الامام النووي شرحه في كتاب سماه المجموع وما كملوش، مات قبل ما يكمله وفضل 9 اجزاء كده، وبعدين جاء الامام تقي الدين السبكي بعد الامام النووي ب 300 سنه كمل جزئين على الامام النووي، وبعدين مات لحد ما جاء الشيخ نجيب المطيعي في القرن العشرين وراح مكمل الباقي وكمله 24 مجلد وكمل الشروح كلها. فهمتني ازاي؟ خلافا لما في المجموع من انه يؤثر، يعني الشك في في في, في الشرط بعد السلام يؤثر، ده كلام الامام النووي في المجموع، فارقا، عامل لك فرق هنا بين الشرط والركن، فارقا في الشرط، فارقا بان الشك في الركن يكثر. وطالما يكثر والشرع جاء لرفع الحرج فقال لك لا يؤثر تخفيفا عن الناس. الشك في الركن كتير، لكن الشك في الشرط ده قليل نادر. فهمتني ازاي؟ فارقا بان الشك في الركن يكثر بخلافه في الشرط، وبان الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد والاصل استمراره بخلافه في الشرط، قال في الخادم وهو فرق حسن. لكن فرق الامام النووي جميل حلو حسن ماشي منطقي، لكن ده، لكن المنقول عدم الإعادة، المنقول في المذهب عدم الإعادة، والمنقول في المذهب على قواعد الامام الشافعي. فهمتني؟ ان اليقين لا يزول بالشك، من قواعد الامام الشافعي في الايه، في مذهبه ايه، اليقين لا يزول بالشك. فان كان، وان كان الخلاف هنا الخلاف يعني منطقي اللي جابه الامام النووي بين الشرط والركن، ان الركن يكثر الشك فيه فيبقى بعد السلام لا يؤثر تسهيلا وتيسيرا على العباد، لكن الشك في الشرط قليل ما يحدث. ثانيا ان الشرط ضروري للانعقاد، اما ضروري للانعقاد زي النية، فيبقى كأي يؤثر لانه زي النية ضروري للانعقاد، مش كده برضو؟ لكن الركن غير النية وتكبيرة الإحرام، لما شك فيه الأصل الانعقاد مش عدمه. فهمتني ازاي؟ فقال لك ان الفرق ده فرق حسن كويس، لكن المعتمد خلافه، لان قواعد الامام الشافعي ان اليقين لا يزول بالشك مطلقا، سواء كان الشك في ركن او شرط، لم يميز فيها الامام الشافعي، واحنا اصلا شافعية ماشيين على قواعد الامام الشافعي. فلما نظروا للقواعد لقوا ان لا فرق بين الشرط والركن من حيث القواعد، فالمعتمد ان الشرط كالركن. فهمت بقى الكلام ازاي بيستنتجوا العلماء؟ وهذا هو المتجه، او المتجه يعني المتجه ايه يعني الوجيه يعني. وان كان الشك في الشرط قبل السلام، هيجيب لك بقى الشك قبل السلام في الشرط. احنا قلنا الشك في الشرط بعد السلام لا يضر كالركن. طب لو شكيت في الشرط قبل السلام ضر. انا متطهر ولا مش متطهر؟ انا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ كل ده وانا قاعد بقرا التشهد، كل ده وانا بسجد، كل ده وانا بركع، انا كنت متوضي ولا مش متوضي؟ فهمت؟ يبقى هنا ضر بقى، لان الاصل ان انا بقى مش متوضي، لان انا لما اشك في الطهاره يعني معناه متيقن من الحدث، لما اشك في الطهاره معناه ان انا متيقن من الحدث. فهمتني ازاي؟ واحنا قلنا ان اليقين لا يزول بالشك، يعني الحدث لا يزول بالشك في الطهاره، يبقى انا كده طالما شكيت في الطهاره يبقى معناه ان انا محدث قطعا. فهمت؟ فيضر هنا.
وإن كان الشك في الشرط قبل السلام ضر ما لم يتذكر ما لم يتذكر عن قربك النية والتكبيرة الإحرام، وكذا إذا شك فيه قبل الصلاة. فلو شك هل تطهر بيقول لك وإن كان الشك في الشرط قبل السلام ضر ما لم يتذكر عن قرب قبل أقل الاطمئنان. لو تذكرت يعني أنا قلت وأنا جوه الصلاة هو أنا اتوضيت ولا ما اتوضيتش، يعني في لحظة اتوضيت، فاكر لما دخلت الحمام وحطيت وعلقت الساعة وعملت مش عارف، تفتكر أنت بإيه بحركات معينة، أو قابلت فلان وأنا فاتح الحنفية فقال لي ما تخف الحنفية شوية ما تفتحهاش جامد كده، لا أنا اتوضيت، كل ده جواك في لحظات كده، يبقى خلاص ما يدورش خليك في صلاتك، لان ما ايه ما قعدتش مده طويله، اقل الاطمئنان. فهمت؟ ما لم يتذكر عن قرب كالنيه وتكبيره الاحرام، وكذا اذا شك فيه قبل الصلاه. وكذلك لو شكيت قبل الصلاه، واقف انا للقبله وحنوي اهو هصلي لسه ما دخلتش، وان جالي قبل ما بنوي في لحظه الامام بيقول استقيموا ارحمكم الله، وانا متوضي ولا مش متوضي، وبعدين افتكر متوضي ناوي خلاص ما يدورش، لاني افتكرت اني متوضي. يبقى فلو شك هل تطهر ام لا قبل الصلاه فليس له الدخول فيها، لانه لسه مش متاكد، يبقى الاصل عدم الطهاره، لانه لا سبيل الى الصلاه مع الشك في الطهاره ما لم يتذكر انه متطهر، ما لم يتاكد انه متطهر. فهمت؟ والا جاز له الدخول فيها. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الشيخ أبي حامد من جواز دخول الصلاة بطهر المشكوك فيه. الإمام أبي حامد نص قال لك يجوز الصلاة بطهر مشكوك فيه، يعني يقصد إيه بقى في الصورة دي؟ إنك أنت تبقى شاكك في الحدث، أنت أصلا متوضي بس أنا هل أحدثت ولا لأ؟ الشك هنا في الحدث. وإحنا قلنا أنا متأكد إن أنا متوضي لكن شاكك في الحدث، فيقين الطهارة لا يزول بالشك في الحدث، يبقى أنا متوضي. بخلاف الصورة الثانية، أنا متأكد إني محدث لكن أنا بشك إني اتوضيت ولا مش متوضي، يبقى أنا مش متوضي. يبقى دي صورة غير دي، عكس دي. دي عكس دي، يبقى الإمام أبو حامد لما قال يجوز الدخول في الصلاة بطهر مشكوك فيه، يعني للشك في الحدث لا في الطهر. للشك في الحدث لا في الطهر. واضح؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، لا تترك الصلاة الا ان تسمع صوتا او تجد ريح، يعني مش بالشك، يعني انت بطنك زغورت كده وانت جوه الصلاة تقول وانا خرج مني حاجة ولا ما خرجش، مش متأكد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تترك الصلاة، لان ده شك، انت الاصل متوضي، فلا تترك الصلاة حتى تسمع صوتا او تجد ريحا، يعني تتيقن، تتيقن يعني تسمع صوت او تشم ريحة وحشة، تقول لا ده خلاص بقى، او الجامع كله قال اف ايه القرف ده، يبقى ساعتها بقى اكيد بقى. يعني المقصود يعني مش كده، هو يقصد النبي بالتيقن، يعني صلى الله عليه وسلم يقصد انك تتيقن، يعني تتاكد، تبقى في علامه فيها نوع من اليقين يعني. وعشان كده الامام الشافعي خد منها القاعده دي، ان اليقين لا يزول بالشك، يقين الطهارة لا يزول ايه بالشك اللي وقع عنده. وعلشان كده حتى القانون قايم بالحكاية دي، يعني انت راجل حطت ايدك على عقار وساكن فيه، وساكن فيه بقالك سنين طويلة، جاء واحد ادعى ملكية هذا المكان، ادعاء بس، ما يأثرش عند القاضي طالما مش جايب بينة واضحة ادعاءه ده على انك انت المكان ده ملكك، لأن اليقين بيقول إن ده مكانك وبقالك 10 سنين ساكن فيه بدون ما حد بينازعك عليه، وده جاي بينازع ومش جاي فالقاضي ما يزلش اليقين لمجرد شك الادعاء، لأنه اليقين لا يزول بالشك. فهمت؟ يعني مش في الصلاة بس، حتى في الأمور العامة بتلاقيها ماشية. وهذا يحمل ما نقل عن الشيخ أبي حامد، أبي حامد الغزالي، ما هو من أصحاب الوجوب الشافعية، من جواز دخول الصلاة
بطهر مشكوك فيه فصورته أنه يتذكر أنه متطهر وإلا فلا تنعقد. قوله أي الفرد تفسير للضمير المفعول، وقوله وهو في الصلاة أي والحل أنه في الصلاة، أتى به أي فورا وجوبا، أتى به فورا وجوبا، أتى به يعني بمجرد تذكره، بمجرد تذكره يأتي به على الاستحباب، لا على الواجب، واجب عليه يعمل كده مش على الاستحباب، أتى به فورا وجوبا بلا تأجيل، مش لكاعة. هي أنا الوقت واقف بقرا الفتحة وفي الصورة وافتكرت إن أنا ما سجدتش، ده أنا ركعت وقلت سمع الله لمن حمده، وأنا قعدت أدعي شوية وبعدين نسيت إن أنا في الدعاء وهنزل أسجد ورحت دخلت أقرا فتحة وصورة كأني خلصت ركعة، وأنا تذكرت إني ما سجدتش، أترك اللي أنا فيه على طول فورا وأسجد. فهمت؟ أتى فورا وجوبا في غير المأموم طبعا، في غير المأموم، لأن المأموم مرتبط بمتابعة إمامه، لكن الإمام والمنفرد أتى به فورا للإمام والمنفرد بخلاف للمأموم. أما المأموم فيتدارك بعد سلامه. أنا بصلي مأموم وجاي تعبان وسرحان واقف كده ورا الإمام بتاعي، والإمام والناس كلها بتقرأ الفاتحة وأنا قاعد أقرأ التشهد من تعب، وبعدين الإمام قال الله أكبر ركع، لقيت نفسي بقول إنك حميد مجيد، بدل ما بقول أمين لقيت نفسي بقول إنك حميد مجيد، الله ده أنا كنت بقرأ التشهد والإمام بيركع، مفيش وقت بقى أقرأ فتحة لأن أنا عندي متابعة الإمام ضرورية، أنا مأموم. أعمل إيه أنا في الحالة دي؟ لو قعدت أقرأ فتحة هتفوتني متابعة الإمام وتبطل صلاتي، ولو تابعت الإمام ما أنا ما قريتش فتحة ما تنعقدش الركعة، أو ما أعمل إيه؟ أتابع الإمام وتسقط الركعة دي، وبعد ما الإمام يسلم ما سلمش معه وما أجيب ركعة. فهمت؟ ده المأموم. يبقى المأموم ما يأتيش به فورا لانشغاله بمتابعة إمامه، المأموم لا يأتي به فورا لانشغاله بمتابعة إمامه. كويس؟ وبعد ما يخلص مع إمام وينصرف بالتسليم الإمام يقوم هو بقى إيه؟ يجيب ركعة جديدة، كأنه مع أنه صلى في الصورة ورا الإمام أربع ركعات لكن ما يسلمش معاه، لأن في ركعة منه ما قراش فيها فتحة فما تحسبتش بأنه كان صلى ثلاثة بس. فهمت بقى الطريقة؟ طيب فيتدارك بعد سلام إمامه بركعة، ده المأموم يتدارك اللي نسيه بعد سلام الإمام يعمل ركعة جديدة كاملة. ومحل كونه يأتي به، إمتى يأتي به فورا؟ محله ما لم يأتي بمثله، لو تذكر وهو بيأتي بمثل اللي نسيه يبقى اللي بينهم سقطوا خلاص. فهمت؟ زي ما شرحنا في أول الدرس، لكن يأتي به فورا لو ما كانش لسه أتى إلى مثله. واضح؟ ومحل كونه يأتي به إن لم يستمر على سهوي حتى فعل مثله، وإلا قام المفعول مقامه، قام المفعول مثله ده مقام اللي نسيه. كويس؟ ولغى ما بينهما واتلغى اللي بينهم، وتدارك الباقي من صلاته وتمت صلاته. ثم إن كان هناك زيادة نقف على دي بقى، نقف على الحتة دي، يعني ما كملنا الصفحة في ساعة بس علشان نفهم هنعمل ايه. بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الكتاب البيجوري ده كان في الازهر بيتشرح، شيخ عمود يقعد على العمود يشرح كتاب البيجوري ده ويشرحه كل يوم ساعتين للطلبة يوميا، وياخدوا اجازة شهرين في السنة ويخلصوا في 11 سنة، يخلص الكتاب في 11 سنة يطلع تحتيه عالم بقى علماء، بعد ال 11 سنة يبتدي يشرحه تاني ويخلصه في 11 سنة زيه، وبعدين يبتدي يشرحه تالت لحد ما يموت الشيخ، يبقى متخصص في كتاب معين كده. كان زمان الأزهر كده مشايخ العمود كده، كل واحد واخد عمود بكتاب، كل ما يخلصه يرجع يعيده تاني،
كل ما يخلصه يرجع لحد ما يموت. يوم الأزهر كان يطلع علماء. لأنه ما مش بيشرحه زينا كده، ده يمسك السطر يعربه إعراب الأول عشان تعرف النحو، النكات النحوية، وبعدين يجيب لك دليل كل كلمة من المنطق ومن الأصول ومن الأحاديث، ولو جت آية يعرب الآية ويقول أسباب النزول، ولو جاء حديث يقول تخريج الحديث ومين اللي رواه ودرجة الحديث من الصحة والضعف. شغل بقى تاني علماء، شغل علم. احنا يا دوب يعني بنعمل كده، يعني نعتبر بنقرا مجلة ميكي بالنسبة له، بالنسبة للعلم بتاع زمان. عشان كده تعرف الفرق بين علماء الأزهر زمان اللي كانوا بيتعلموا وطلبة الأزهر الوقت اللي في الليسانس وفي السنة الثالثة ورابعة، بيحضر مخصوص عشان يشوف الدكتور بيشطب ايه من المنهج عشان ما يذاكروش، واخد بالك، بيلغي ايه من المذكرة مش من الكتاب الكبير كمان، ده هو عايز يشطب المذكرة ويمسك المذكرة دي الحاجات المشطوبة يقطعها، مش يحترم العلم. وبعدين يقرا له في الاخر كلمتين هنا وكلمة هنا وياخد الشهادة ويطلع اجهل من دبة ومع الشهادة، واصبحت الشهادة علامة ايه؟ علامة الجهل. فربنا يعلمنا ويسلمنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفعل ذكر الغافلون. يوم السبت القادم أجازة عشان هنبقى في مؤتمر إن شاء الله، وبعدين اللي بعده بقى كالمعتاد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.